بشار الأسد يلتقي مرشد إيران ورئيسها في طهران، وجواد ظريف يستقيل من منصبه. مقتل 3 أطفال وامرأتين بقصف جوي ومدفعي لقوات النظام على خان شيخون. استئناف عمليات إجلاء المدنيين من الباغوز آخر معاقل تنظيم الدولة شرقي دير الزور. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وإلى التفاصيل، حيث وزار رأس النظام في سوريا بشار الأسد العاصمة الإيرانية طهران، والتقى بالمرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس البلاد حسن روحاني، الذي أطلع الأسد على مجريات لقاء سوتشي الأخير بعد أكثر من 10 أيام على انعقاده. في زيارة علنية ومفاجئة هي الأولى منذ عام 2010، التقى رأس النظام بشار الأسد بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، زيارة حملت دلالات عدة. أولى لقاءات الأسد لم تكن مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بل مع المرشد خامنئي، لقاء بدأ بالعناق الحار بينهما ليعكس فيما يبدو مدى ارتباط نظام الأسد بنظام الحكم في إيران. لا يبدو أن هذه اللقطات الحميمية ستبدد المخاوف الأمريكية والغربية من نفوذ إيران في سوريا، بل ربما تشير إلى أن تلك المخاوف ستبقى ما بقي نظام الأسد في السلطة، وبالتالي ربما تظهره في موقف الغير قادر ولا الراغب في تلبية الدعوات الغربية بوقف التمدد الإيراني في المنطقة. متانة العلاقات بين إيران ونظام الأسد التي ظهرت خلال اللقاء تدل على أن سياسة إعادة علاقات نظام الأسد بالدول العربية قد لن تنجح في إبعاد البلاد عن السيطرة الإيرانية. لقاء ثان جمع روحاني بالأسد، تم خلاله إطلاع رأس النظام على الجهود المبذولة في إطار أستنا ومجريات لقاء سوتشي حول سوريا الذي جمع بين روحاني وبوتين وأردوغان، لقاء أبلغ الأسد بنتائجه بعد 10 أيام من انعقاده. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، وذلك على صفحته الرسمية بموقع انستغرام ودون توضيح الأسباب. في خطوة مفاجئة تلت زيارة بشار الأسد لإيران، أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استقالته من منصبه، وذلك على صفحته الرسمية بموقع انستغرام. ظريف، والمعروف بقائد الدبلوماسية الإيرانية، لم يذكر أسباب الاستقالة، واكتفى بالاعتذار عن عدم قدرته الاستمرار في الخدمة. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة وعن أوجه القصور في السنوات الماضية أثناء تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين. سبب الاستقالة تحدثت عنه وكالة أنباء فارس، إذ أكدت أن عدم دعوة ظريف لحضور اجتماع بشار الأسد مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. فيما نشر موقع انتخاب الإيراني الإخباري تعليقا لظريف بعد إعلانه الاستقالة، قال فيه: بعد صور اللقاءات مع الأسد لم يكن لمحمد جواد ظريف مكانة في العالم كوزير للخارجية. اللقاءات مع الأسد، والتي خلت من حضور وزير الخارجية الإيراني، كان حاضرا فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهو ما يشير فيما يبدو إلى مباحثات غير معلنة جرت هنا، يرجح أن تكون حول الوضع الميداني في سوريا مع وجود العديد من الميليشيات المدعومة من إيران هناك. والمزيد معنا دكتور سنة برق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من العاصمة الألمانية برلين. بداية، أهلا بك طبعا دكتور سنة برق على شاشة حلب اليوم. بداية، ما دلالات هذه الزيارة فيما يتعلق بملف سوريا من الناحيتين العسكرية والسياسية؟ وإلى جميع مشاهدي قناتكم الموقرة، أعتقد أن زيارة بشار الأسد المجرم إلى طهران طبعا يمكن أن نعتبرها لغاء المجرمين.
يعني كما يقول المثل الطيور لا أشكالها تغعو. تعرفون أن خامنئي لا يجد في هذا العالم هذه الأيام شريكا إلا مغاث بشار الأسد في الإجرام وارتكاب المجازر، لأن بشار الأسد وبدعم من قاسم سليماني وميليشيات خامنئي استطاع خلال هذه السنوات الثمانية من قتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري. فمن الطبيعي أن يلتغي بعراب القتل والمجازر، يعني خليفة الحروب والإرهاب في المنطقة والعالم المجرم علي خامنئي. فهذا الحدث مش حدث جديد، لأن الزيارات كانت مستمرة خلال هذه السنوات، وأيضا كما أن الظريف جواد ظريف أيضا التغى عدة مرات نيابة النظام الملالي ببشار الأسد في دمشق. فيجب أن ننظر إلى هذا الزيارة وعلى هذا اللقاء من هذا المنظار. وأنتم تعرفون أن نظام ولاية الفقيه يراهن في بغائه على السلطة في إيران، على القمع في الداخل دائما، وعلى تأجيج الأزمات والحروب في البلدان الأخرى. طيب اسمح لي دكتور أن أسألك سؤال آخر، كيف يمكن قراءة هذه الزيارة خصوصا بعد يوم واحد ربما من تهديد نتنياهو بمواصلة إسرائيل قصف النقاط الإيرانية في سوريا؟ أنا أعتقد أن زيارة بشار الأسد إلى طهران والتغائه ولغائه بخامنئي وروحاني، طبعا روحاني ليس له دور كبير في هذه المعادلة، اللغاء بخامنئي مهم بقاسم سليماني، فهذا يأتي من منطلق الحاجة المتبادلة بين الطرفين. أنا أشرت إلى حاجة خامنئي إلى بشار الأسد، لأن بشار الأسد هو الأداة التيّعة بيد خامنئي لمواصلة سياسات نظام ولاية الفقيه في المنطقة. لكن هناك أيضا تعرفون أن في المعادلة السورية بناء على فهمنا هناك تناقض بين روسيا ونظام الملالي، وكما هو معروف أن روسيا لها سياسة لا تنسجم ولا تلتغي تماما مع سياسة خامنئي ونظام ولاية الفقيه، لأن خامنئي ما يريده من سوريا أن تصبح سوريا محافظة إيرانية. هل هنالك رسالة من الإيرانيين ربما للإسرائيليين إن صح التعبير من خلال هذه الزيارة؟ أنا أعتقد أن من الظاهر بمكان أنهم لم يتجرؤوا من أن يعملوا أي شيء في الضربات التي تلقوها من إسرائيل، فهم أكثر ضعفا من هذا. أعتقد أن هذه العملية تأتي في إطار المعادلة الإيرانية السورية الروسية والتركية، يعني هذه المعادلة أربعة. طبعا لا دور لبشار الأسد في هذه المعادلة، هو مجرد بيدق يلعب في هذه المعادلة. لكن السؤال القضية هي أن روسيا في الوقت الحالي تراهن أكثر على تركيا وعلى دور تركيا في أكثر سوريا من الدور الإيراني، ولا تريد نعم أكثر، يعني روسيا تراهن على الدور التركي أكثر من الدور الإيراني في سوريا تقصد؟ نعم نعم نعم، لا تريد روسيا لا تريد أن يستطيع نظام ولاية الفقيه من أن تتمدد أكثر في سوريا. من الواضح أن نظام ولاية الفقيه، نظام الملالي وخامنئي هم أدوا دورهم في سوريا، انتهى دورهم. نعم. طيب برأيك ما الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الخارجية الإيراني في هذا التوقيت؟ حقيقة أنتم تعرفون أن هذا الرجل محمد جواد ظريف لم يختلف إطلاقا أن نظائره من أمثال قاسم سليماني أو الآخرين. هم كانوا حقيقة وجهين لحقيقة واحدة، لأن جواد ظريف خلال هذه السنوات الخمسة والنصف الذي كان على وزارة الخارجية، ولا نعرف بعد هل هو يبقى أم لا يبقى، لأن القضية غير محلولة حتى الآن. لكن على يدخل خلال هذه السنوات هو كان حقيقة يحاول أن يلمع وجه نظام إجرامي، نظام معروف، نظام إرهابي، نظام الإجرام والقتل والمجازر، وكان يعمل ضد أبناء الشعب الإيراني وضد السلام والأمن في المنطقة.
هو كان الراب هذه السياسة طبعا في الخارج، يعني كان يحاول أن يستخدم سياسة المساومة المهادنة التي يتبعها الغرب لأجل وصول نظام القتل والإعدام والحروب والإرهاب إلى أهدافه. نعم. إلى أهدافه. على ذلك لا يختلف، سواء يبقى ظريف في هذا المنصب أم لا يخفى أم لا يبقى. المهم أن هذا النظام بكيانه بمجمله نظام بني من على القائم في الداخل الإيراني وفي الخارج، واليوم هذا النظام محاصر. هناك أيضا قضية أخرى أريد أن أركز عليها، ولكن يعني بعجالة لو سمحت لنا، الوقت انتهى تماما. نعم. تفضل. نعم، خلال هذه الأسبوعين الأخيرين حقيقة تلقى جواد ظريف ضربات قاسمة جدا من المقاومة الإيرانية. أنتم تعرفون نحن قمنا بمظاهرة قبل أسبوعين في باريس، مظاهرة كبرى في باريس في مركز باريس، بعدين في وارشو يومين من المظاهرات ضد النظام الإيراني، ومن ثم في ميونيخ أمام المؤتمر الأمن الدولي، واليوم أيضا كان هناك مظاهرة في جنيف. أعتقد أن هذه النشاطات التي تقوم بها المقاومة الإيرانية، لا يستطيع الظريف أن يرد على هذه النشاطات في داخل النظام الملالي، لأن العالم عارف والغرب يعرف أن هذا النظام نظام محاصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في الداخل الإيراني وأيضا إقليميا ودوليا. فلا حل لا للمشكلة الإيرانية ولا للمشكلة الإقليمية لسوريا واليمن واليمنان وغيرها إلا بإسقاط هذا النظام. نعم. اللي أشكرك. نعمل من أجلها، وأعتقد أن هذا هو مصير هذا النظام. نعم، أشكرك جزيل الشكر من برلين، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دكتور سنا برق زاهدي. طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدول العربية بعدم قبول بشار الأسد كمنتصر للحرب، وذلك خلال القمة العربية الأوروبية في مصر، كما دعت أيضا لصياغة دستور جديد في سوريا. يبدو أن الجهود الروسية لإعادة تأهيل نظام الأسد وتعويمه من جديد تصطدم بعقبة جديدة، مع دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدول العربية بالعمل مع أوروبا لتحقيق تحول سياسي في سوريا ومناقشة النظام السياسي للبلاد مستقبلا. المستشارة الألمانية طالبت خلال القمة العربية الأوروبية التي احتضنتها مصر بعدم قبول بشار الأسد كمنتصر في الحرب. المستشارة أشارت إلى أن 6 ملايين سوري هربوا من سوريا، متحدثة عن ضرورة عملية تغيير سياسي، طالبة من الدول العربية العمل لهذا الهدف، إضافة للمضي قدما في تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد. التصريحة الألمانية التي جاءت على لسان المستشارة أنجيلا ميركل ليست أحدث المواقف الأوروبية حيال هذا الملف، حيث سبق لبريطانيا أن نفت المزاعم حول سعيها لإعادة افتتاح سفارتها لدى النظام. اللاجئون في الخارج ملف ما يزال يلاحق نظام الأسد وداعميه الروس، إضافة للحل السياسي الذي لم يحرك ساكنا حتى اللحظة. فهل يشكل ذلك ضاغطا باتجاه إيجاد حل شامل للملف السوري؟ أفاد مراسل حلب اليوم بوقوع ضحايا إثر تجدد قصف قوات النظام على منازل المدنيين والأسواق العامة. وقال المراسل إن العديد من الضحايا قتلوا في مدينة خان شيخون بريف إدلب جراء قصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين. وأضاف مراسلنا أن العديد من المدن والقرى في ريفي حماة وإدلب تعرضت للقصف بالقذائف الصاروخية، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، فضلا عن الأضرار المادية ونزوح مئات العائلات بحثا عن مناطق أكثر أمنا. وللمزيد معنا عبد الرزاق صبيح مراسل حلب اليوم من ريف حما. أهلا بك عبد الرزاق، بداية ما حصيلة الضحايا في ريفي حما وأدلب؟ أهلا عمار، اليوم في الحقيقة قضى 5 مدنيين في مدينة خان شيخون جراء قصف جوي ومدفعي على المدينة منذ صباح هذا اليوم، وكان من بين الضحايا 3 أطفال بالإضافة إلى أكثر من 10 جرحى.
عمار، اليوم الطائرات الحربية ولأول مرة تستهدف المدينة بغارات جوية بالصواريخ، وتسبب هذا بدمار كبير في منازل المدنيين وممتلكاتهم. اليوم أيضا تعرضت مدينة سراقب بريف إدلب لقصف جوي من طيران النظام الحربي، بالإضافة إلى استهداف المدينة بالمدفعية الثقيلة من مواقع النظام المتمركزة في أبو ظهور في الريف الشمالي لحماة. أيضا كان هناك استهداف لمدن كفر زيتا وأطراف اللطامنة، بالإضافة إلى استهداف قرية تل الصخر وأطراف مدينة قلعة مضيق وقرية الكركات وأطراف قرية المستريحة. أيضا كان هناك قصف صاروخي لقوات النظام المتمركزة في تل صلبة على حرش عابدين، وقصف آخر مماثل تعرضت له بلدة أسكيك في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة إدلب. عمار، في الحقيقة حتى هذا اليوم أحصت فرق منسقو الاستجابة عدد الضحايا في ريفي حماة وإدلب ليصل العدد إلى 86 شهيدا، ونصف الشهداء في الحقيقة هم من مدينة خان شيخون لوحدها، وهناك أعداد كبيرة من الأطفال والنساء في هذا القصف. نعم. ماذا عن الوضع الإنساني للمدنيين في الشمال السوري في ظل هذا القصف والاستهداف والطيران والغارات الجوية؟ نعم، في الحقيقة مع استمرار قصف قوات النظام ومع دخول الطيران الحربي على خط التصعيد، في الحقيقة هناك أعداد كبيرة من النازحين توجهت من مدينة خان شيخون ومن ريف حماة، بالإضافة إلى مدينة سراقب أيضا شهدت نزوحا كبيرا للمدنيين باتجاه مناطق الشمال السوري وأيضا باتجاه مناطق الداخل، وقسم آخر في الحقيقة استقر في أطراف القرى والبلدات ضمن خيام عشوائية متناثرة وأوضاع إنسانية صعبة جدا في ظل فصل شتاء صعب جدا وحرارة منخفضة جدا وهطول الأمطار الذي لا يتوقف في هذه المنطقة، وأيضا غياب للمنظمات الإنسانية بسبب الأعداد الكبيرة للنازحين الذين نزحوا مؤخرا من الشمال، من ريف حماة الشمالي ومن ريف الدب. عبد الرزاق صبيح مراسل حلب اليوم كنت معنا من ريف حماة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. إحصائية تكشف أن معظم قتلى ميليشيا حزب الله اللبناني في سوريا قتلوا لأهداف بعيدة عن المصالح اللبنانية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أجلت قوات سوريا الديمقراطية دفعة جديدة من المدنيين وعائلات تنظيم الدولة في بلدة الباغوز شرقية دير الزور بالتزامن مع وصول دفعات جديدة إلى مخيم الهول. تستمر عملية إجلاء المحاصرين من قرية الباغوز جيب تنظيم الدولة الأخير شرق دير الزور من قبل قوات سوريا الديمقراطية في دفعة هي الرابعة خلال أقل من أسبوع.
في الوقت ذاته وصلت دفعة جديدة من المدنيين وعائلات تنظيم الدولة الذين خرجوا في قافلات سابقة من الباغوز إلى مخيم الهول شرقي الحسكة، ليرتفع بذلك عدد الواصلين إلى المخيم خلال 4 أيام إلى 7000 وافد من جنسيات مختلفة، وليرتفع عدد النازحين إلى ما يقارب 44,000 نازح منذ بداية الحملة على الباغوز، ما اضطر إدارة المخيم إلى توسيع مساحته لاستيعاب أكبر عدد ممكن وفقا لمصادر خاصة لحلب اليوم. ومع احتجاز قوات سوريا الديمقراطية لمقاتلي التنظيم وعزلهم عن المدنيين، صرح مصدر استخباراتي عراقي لوكالة روسيا اليوم عن وجود 1000 عنصر من تنظيم الدولة يحملون الجنسية العراقية معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن الحكومة العراقية ستقوم باستلامهم على دفعات. في سياق متصل، كشفت شبكة دير الزور 24 عن تفاصيل اختفاء مجموعتين لقوات النظام والقوات الروسية بكمين لتنظيم الدولة بصحراء دير الزور الجنوبية الغربية، موضحة أن المجموعة الأولى كانت مؤلفة من 3 مقاتلين روس بينهم ضابط، ومجموعة أخرى من عناصر قوات الأسد وعددهم 5 بينهم ضابط أيضا، فيما رجحت الشبكة أسر المقاتلين الروس من قبل التنظيم بعد قتلهم لعناصر النظام، الأمر الذي يعتبر مؤشرا لتزايد نشاط تنظيم الدولة في منطقة بادية دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات بالتزامن مع انحصار التنظيم واستسلامه في آخر معاقله بالباغوز في الضفة الشرقية للنهر وفقا للشبكة ذاتها. وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ عهد صليبي الناشط الإعلامي من الحدود التركية السورية. أهلا بك أستاذ عهد على شاشة حلب اليوم، بداية ما هي آخر التطورات في بلدة الباغوز؟ مساء الخير لك عمار والأستاذ مشاهدي قناة حلب اليوم. نعم، لا تزال قوافل المدنيين وعوائل تنظيم الدولة الإسلامية تخرج من منطقة الباغوز إلى ربما إلى مخيم الصور الذي أنشأته قسد حديثا أو إلى مخيم الهول شمال شرق الحسكة، والذي أصبح يضم قرابة 50,000 مواطن ما بين عناصر من تنظيم الدولة وعوائلهم وآخرين مدنيين. نعم، كيف تتعامل إدارة مخيم أعتذر كيف تتعامل إدارة مخيم الهول مع تزايد أعداد الوافدين إليها؟ بالحقيقة إدارة المخيم تقوم بنقل عناصر تنظيم الدولة إلى جهة مجهولة، ربما إلى مقرات قسد في منطقة القامشلي أو إلى حقل العمر النفطي، وتقوم بزج المدنيين وعوائل التنظيم في هذا المخيم. المخيم أصبحوا يبنون عدد من الخيام الجديدة في المخيم ذاته. ربما قبل يومين هناك أيضا سوء في الحالة الصحية داخل المخيم، بالإضافة لسوء للحالة الأمنية داخل المخيم، حيث انفجرت مستودع للإسطوانات الغاز داخل المخيم. كانت إدارة المخيم قد قالت أنه أمر مفتعل ربما من الساكنين بداخل هذا المخيم من عناصر أو عوائل تنظيم الدولة. نعم، عاد هناك أنباء تتحدث عن مهاجمة تنظيم الدولة لمجموعة روسية، هل لديكم تفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم، بالحقيقة قبل يومين كانت قوات الأسد والقوات الروسية قد فقدت مجموعتين تابعة لها في بادية الميادين ومجموعة أخرى في بادية ريف دير الزور الغربي المعروفة بخلف منطقة البانوراما. هم ربما كانوا يبحثون عن الكما كما هو معروف، وفقدت هذه المجموعة. هذه المنطقة الممتدة من ريف دمشق الشرقي وريف السويداء الشرقي وريف حمص الشرقي إلى ريف دير الزور، هذه كلها المعروفة بالبادية الشامية، يصعب سيطرة قوات النظام أو أي جهة السيطرة عليها. عناصر تنظيم الدولة لهم جيوب داخل هذه المنطقة غير مستقرة، يستهدفون قوات النظام عبر شنهم بعض الضربات على مواقعهم أو أرتال تكون تتوجه من مكان إلى آخر، ربما كمائن يعني. تماما. نعم، طيب بدي أشكرك طبعا على كل هذه المعلومات من الحدود التركية السورية الناشط الإعلامي عهد أصليبي، شكرا جزيلا لك. رحب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بقرار واشنطن إبقاء بضع مئات من الجنود الأمريكيين في سوريا بعدما كانت أعلنت عزمها على سحب كافة جنودها.
وقال ماكرو إن القرار الأمريكي يتفق مع ضرورة البقاء إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، القوة التي عملت على قتال تنظيم الدولة على الأرض. ولم يوضح ماكرو ما إذا كان قرار واشنطن أقنع باريس بإبقاء المئات من جنودها أيضا في سوريا. ذكر تقرير صادر عن مركز دراسات إسرائيلي أن نسبة 43% من قتلى ميليشيا حزب الله اللبناني قتلوا في سوريا خلال السنوات الفائتة لأهداف بعيدة عن المصالح اللبنانية. قرابين على مذابح أهداف لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية، ما تزال ميليشيا حزب الله تستنزف شباب حاضنتها الشعبية على جبهات متفرقة في سوريا. مركز معلومات اللواء ميرعميت للاستخبارات والإرهاب الإسرائيلي كشف عن مقتل ما لا يقل عن 1140 عنصرا للميليشيا في سوريا منذ مشاركتها في العمليات العسكرية إلى جانب نظام الأسد، بينهم ما نسبته 14% قاتلوا في شمالي وجنوبي وشرقي سوريا خدمة لأهداف إيرانية بحتة، مع ابتعادهم عن الحدود اللبنانية وعن المواقع الشيعية الدينية وفق التقرير، فيما قتل 11% منهم وهم يسعون لخدمة مصالح شيعية قد تتداخل مع المصالح اللبنانية. كما ذكر التقرير أن 10% من قتل الميليشيا كانوا من القادة المخضرمين والقوات الخاصة. إدراج الجناح السياسي لحزب الله على قوائم الإرهاب أثار سجالا بين بريطانيا التي تمضي نحو ذلك على خطى الولايات المتحدة متهمة الحزب بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وبين فرنسا التي تجد فصلا بين الجناحين العسكري والسياسي. إسرائيل على لسان وزير الأمن في حكومتها جلعاد إردان رحبت بخطوة الحكومة البريطانية وأشارت إلى ما وصفته بالتمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية، داعية الاتحاد الأوروبي لأن يتبع النهج نفسه. وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أبدى موقفا مدافعا عن حزب الله، معتبرا أن هذا التصنيف لن يكون له أثر سلبي على لبنان. وزارة العدل الأمريكية وضعت نهاية العام الماضي منظومة حزب الله ضمن 5 جماعات للجريمة عابرة القارات، ليتم بموجب ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة على عناصر وممولي الحزب. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. انقطاع دعم المنظمات الإنسانية يزيد من معاناة آلاف الأيتام في إدلب. ما بدنا شيء إلا كرامتنا وبس. مهما كانت ظروفنا لسه عنا أمل. ونحن الجيل الجاي. أهلا بكم من جديد. أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا شرحت فيه تفاصيل الحياة في درعا بعد سيطرة النظام عليها منذ 6 أشهر.
قالت المنظمة في تقريرها إن الحياة تسير بشكل بطيء نتيجة الفلتان الأمني الكبير وتوقف المساعدات الإنسانية في المنطقة. 6 شهور مضت على سيطرة النظام على درعا، المحافظة التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية وعمت بعدها أرجاء البلاد. عودة النظام للحكم مرة أخرى تحت مسمى المصالحات لم تسفر عنها إلا أنواع أخرى لمعاناة السكان، بحسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية شرحت فيه تفاصيل ما آل إليه الجنوب السوري. المنظمة قالت في تقريرها إن التعافي في درعا يسير ببطء شديد جراء عودة النظام إلى حكمه القمعي في المنطقة. وحددت المنظمة عاملين رئيسين لا يشجعان اللاجئين أو النازحين على العودة إلى مناطقهم، أولهما الافتقار الكبير إلى البنية التحتية الصالحة والخدمات والوظائف، إذ توقفت المساعدات الدولية وخسر الآلاف من العاملين وظائفهم في المنظمات غير الحكومية التي نشطت عبر الحدود. أما العامل الثاني بحسب التقرير فهو الوضع الأمني المتغير وعودة الأجهزة الأمنية إلى الاعتقال العشوائي لمدنيين وعناصر وقياديين سابقين في الجيش الحر رغم توقيعهم اتفاقية تسوية، فضلا عن حالات الاغتيال بحق مقاتلين سابقين في المعارضة، فيما رجحت المنظمة أن تكون الفروع الأمنية من تقف خلفها. التقرير كشف أيضا ظهور المقاومة الشعبية التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ 4 عمليات ضد قوات النظام خلال الأشهر الماضية، وقالت إن تلك العمليات كانت ردا على الوعود الكاذبة من روسيا والنظام. وحول الدور الروسي فقد ميز تقرير المنظمة تخفيف وجود العناصر الروس من سلوك الأجهزة الأمنية في درعا. المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي العقيد إيغور فيديروف صرح في وقت سابق بأن الأهالي في درعا يلجؤون إلى الروس لحل العديد من قضاياهم منها مصير أقاربهم والسكن والعقارات. كما نقل التقرير عن المواطنين وجود مقاتلين متحالفين مع إيران في الأجهزة الأمنية، ما يشير إلى احتمالية أن تصبح المنطقة نقطة اشتعال أخرى في المواجهة بين إيران وإسرائيل في سوريا. أفاد مراسل حلب اليوم بوصول قائمة تضم أسماء 2000 شاب إلى شعبة التجنيد في درعا للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. قال المراسل إن معظم الشبان من مناطق ريفي درعا الغربي وحوض اليرموك التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة سابقا. تلبية لأهالي درعا، بهذه الكلمات عنونت صفحات موالية خبر زيارة اللواء محمد محلى رئيس شعبة المخابرات العسكرية في قوات النظام إلى عدة قرى وبلدات في المحافظة. الإفراج عن أبناء المدينة المعتقلين مؤخرا في سجون النظام كان على قائمة المطالب المقدمة للمحلى. الرد جاء بهدية كما عبر عنها المحلى في حديثه، وهي 28 معتقلا من شعبة المخابرات الجوية سيطلق سراحهم مباشرة، ووعود أخرى سينفذ منها ما استطاع، وما لم يستطع سيرفعه لرأس النظام بشار الأسد وفق قوله. وعود وصفها وجهاء درعا بالإيجابية، لكنها جاءت بعكس ما يتمناه الأهالي، حيث أفاد مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين في درعا بأن معظم المفرج عنهم هم من عناصر الفيلق الخامس المدعوم روسيا. وعقب الزيارة شنت الأفرع الأمنية التابعة للنظام حملة اعتقالات واسعة في مدينتي داعل والشيخ مسكين، شملت عدة شبان كانوا سابقا عناصر في الجيش الحر. حملة المداهمة والاعتقال تزامنت مع إرسال شعبة التجنيد التابعة للنظام نحو 2000 بطاقة تبليغ للسكان في مناطق مختلفة للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف النظام. مراسل حلب اليوم قال إن قوائم التبليغ معظمها لشبان ينحدرون من مناطق ريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة سابقا، مشيرا إلى أن آلية تبليغهم ستتم من خلال رؤساء البلديات والمخاتير تحت طائلة الملاحقة والمساءلة للمتخلفين عن القرار.
أبلغ الرئيس اللبناني ميشيل عون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أبلغها أن لبنان سيواصل إعادة اللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا ولن ينتظر الحل السياسي للأزمة هناك. وجدد عون التأكيد على العودة الآمنة للاجئين السوريين، مشيرا إلى حرص لبنان على عدم تعريض السوريين العائدين لأي مخاطر، مدعيا أن نظام الأسد سيوفر للعائدين رعاية ومنازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس. نفت لجنة الحج العليا السورية التابعة للائتلاف الوطني تسلم نظام الأسد ملف الحج، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية ومديرية الحج التابعة للنظام فتح باب التسجيل وقبول طالبات الحج لهذا العام. وأكد هشام خطيب المتحدث باسم لجنة الحج العليا لحلب اليوم، أكد أن اللجنة هي الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة من قبل وزارة الحج السعودية، مشيرا إلى أن اللجنة وقعت في 13 من الشهر الجاري عقود الحجاج السوريين مع المملكة العربية السعودية للموسم الحالي عام 1440 هجري. ولفت خطيب إلى أن نظام الأسد يقوم كل عام بنشر مثل هذه الإشاعات بهدف تضليل الناس ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرته والتسجيل في مكاتب لجنة الحج العليا في الدول المجاورة. يعاني عدد كبير من الأيتام في محافظة إدلب من انقطاع الدعم المادي عنهم بعد أن أوقفت منظمات عدة تقديم المساعدات لهم خلال الأشهر الماضية. بيت لا دفء فيه إلا اجتماع العائلة حول مدفأة باردة، فلا وقود في منزل أم عارف لتشغيلها. سكنت مع أطفالها الأيتام في منزل لا يصلح للسكن بعد أن فقدت زوجها ومعيلها. من شغلة 15 يوم جانا هذا البيت، جماعات دبروا لي، انتقلت عليه، لا شباك ولا باب، دقينا الحرامات دبرناها، انتقلنا لهون أنا وولادي. من سنتين ونص كنت مسجلي بجمعية بناء ونماء، كفل أولادي 6 أشهر، سجلت بجمعية من 3 أشهر جمعية تاني كفالة يتيم، عم نستنى فرج الله. آلاف الأيتام في إدلب يعيشون وضعا مشابها لحياة أم عارف وأطفالها، خاصة بعد توقف الكفالات من قبل المنظمات الإنسانية بسبب انقطاع الدعم عنها، تاركة الأيتام وأمهاتهم في صراع مع الحياة لتأمين لقمة العيش. وضع الأيتام بمدينة إدلب للأسف وضع مزري جدا. هلأ صار لنا حوالي فترة 2 سنين توقف الدعم النهائي من قبل بعض المنظمات. أطفال مدينة إدلب حوالي 5000 طفل، بينما المهجرين اللي إجوا فيهم شيء حوالي 3-4000 طفل يتيم، مو مكفول منهم حوالي 1700 طفل. غياب المعيل والكفيل يدفع الأيتام لترك المدارس والعمل في سن مبكر، ويفرض عليهم مسؤوليات أكبر من أعمارهم، ليضعهم أمام مخاطر وتحديات اجتماعية كثيرة كالاستغلال في عمالة الأطفال والتسول. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، إدلب. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب today tv.net. دمتم برعاية الله وحفظه، بأمان الله.